إذا نأخذ هذا السؤال، عندي هذا السؤال، عندي دائرة LR circuit. طبعا أنا هون بدي أحسب الكرنت اللي رح يمشي. شو شكل الكرنت اللي رح يمشي؟ شو الويف فورم رح يكون؟ ساينوسويدال. هذا linear network بنسميه. When we say linear network، linear network تعريفه إذا حطيت عليه sinusoidal voltage بس يوصل steady state، إيش الكرنت اللي رح يمر فيه؟ رح يكون كمان sinusoidal. إله نفس الفريكونسي تبعت الفولتج، لكن الفيز ممكن يكون مختلف والامبليتيود ممكن يكون مختلف. تمام؟ فأنا بعد فترة، بس تمر فترة زمنية، لأني أنا عارف إنه هذه sinusoidal، رح يمر sinusoidal current. sinusoidal current رح يكون إله نفس الفريكونسي تبعت الفولتج اللي موجود هون، لكن ممكن يختلف الفيز انجل وممكن يختلف الماجنيتيود تبعه. هدفنا من هذا السؤال ما رح ندخل، احنا ما رح نرجع لهذا، احنا عارفين خلص، فاهمين هاي، فاهمين انه هاي البيك، ما رح ادخل انا في البيك، خلص انتهينا. انا عارف انه هاي 120 فولت ار ام اس، وهي محطوطه كابيتال في. ولو انا بدي اكون دقيق، ايش بحط هون؟ بس احنا خلص ما بنحط. لو انت رحت على محطة توليد الآن، ما رح أقول لك والله بتعرف يا سيد حمزة، مهندس حمزة، احنا بنولد هون ار ام اس، ما رح احكي لك هيك. شو بسألك؟ بقول لك احنا بنولد مثلا 380 فولت 3 فيز. اوكي؟ إذا عندنا هاي هي 120 فولت جاهزة. أول خطوة شو بدي أعمل؟ بدي أحسب زد، مش هيك؟ امبيدنس. الامبيدنس من ايش مكونة؟ مكونة من جزئين، ايش هم الجزئين اللي مكونة منهم الامبيدنس؟ ريل والإماجينري. ريزيستنس، مش هيك؟ ريزيستنس اللي هو ريل. والعمودي عليه مين اللي بعطيني الزاويه هاي؟ اللي هي الجي، فالجي بتعطيني زاويه 90 درجه. اذا نحط هون زد، زد شو بتساوي عندي؟ بدها تساوي ار زائد جي اوميجا ال. ايش اوميجا سميناها؟ انجولار فريكونسي او راديان فريكونسي، اللي وحدتها راح تكون راد بير سكند، اللي هي بتساوي ار زائد جي 2 باي. ولاحظوا الجي بتعطيني كانها ريل وايماجينري، مش هيك؟ بتعطيني نوع ثاني من الريل ريزيستنس. اوكي؟ ايش سميناه هذا؟ اكس ال. هذا شو اسمه الاكس ال؟ ايش اسمه العلمي؟ رياكتنس. اندكتيف رياكتنس. لانه ايش النوع الثاني؟ كاباسيتيف رياكتنس. فانا عندي هون اندكتيف رياكتنس. نعوض الارقام هون، عندي ار 10 اوم زائد جي اوميجا، بدي اعوض 2 باي اف، بس اف هون 60، فراح يصير عندي 2 باي في 60. حد يحسب لنا الرقم هذا؟ وهاي بدنا ننتبه انه هاي ملي، فبدنا 10 زائد 12 باي جي باي وجي. تمام؟ اوكي؟ طبعا لاحظوا هاي 12 باي 3.14 في 12، عم نحكي حوالي 40. هل هذا مور رياكتيف ولا مور ريزيستد؟ 37 مور رياكتيف، مش هيك؟ لانه هذه هاي اكبر من العشر من هون، فالزاويه احتمال تكون اكثر من 45 درجه. اوكي؟ بدنا نحول هاي، بدنا على فكره هاي ايش وحدتها؟ العشره ايش وحدتها؟ ال 12 باي ايش وحدتها؟ لكنه نوع ثاني من الاوم. اوكي؟ اختلاف متجهات، اختلاف متجهات، ما شاء الله. 100%. بس احنا ما بنسميه متجه، شو بنسميه بالانجليزي؟ ما بنسميه فيكتور، بنسميه فيزر. اعطيني هلا هذول الرقمين، هلا هذا، اذا هذا وحدته كله راح يكون اوم، هذا اوم وهذا اوم، نحولهم من ريكتانجلر الى بولر. كيف بنحوله؟ ناخذ 10 تربيع زائد 12 تربيع تحت الجذر التربيعي. تمام؟ هذه بتعطيني الماجنيتيود تبع زد. قديش هاي؟ 39. هاي 39 طيب مش 12 باي لو صرنا ناخذها؟ مش 12 تربيع؟ او 12 باي. عفوا اسف 12 باي، اسف صحيح. 12 باي تربيع، مظبوط 39؟ 39 تمام؟ هذه اللي هي والزاوية، الزاوية راح تكون تان ماينس 1 او ارك تان، ايش تستعملوا؟ تان ماينس 1 ولا ارك تان انتم بتقولوا؟ لا لا تان انفرس. وايش الرقمين اللي بدي احطهم؟ 12 باي على 10 وعلى ار، مش هيك؟ قديش هاي الزاويه؟ يعني الزاويه اللي تانها 12 باي على 10 هي 1.3 1.3 ايش؟ راديانس. حول لي اياها ديجريز احسن، بس 20.65 كانه قديش؟ 20.65 20 لا المفروض تكون اكبر من 1 75
تمام. هاي اكبر من واحد، الزاويه اللي تانها اكبر من واحد، شو المفروض تكون؟ اكثر من 45 مظبوط. قديش 73؟ 75. هاي الزاويه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف. لما باخذ واحد عليها شو بتصير الزاويه؟ نيجاتيف. فالكرنت بكون لاين. هلا بتشوف اوكي. ايش الوحده هون؟ ما بصير ننسب وحده. ايش الوحده؟ اوكي. اذا هاي زد، هذه هي زد. زد ايش اسمها؟ امبيدنس. مكونه من ريزيستنس ورياكتنس. تمام. اذا هي طلعنا زد، شو الخطوه اللي بعدها؟ هسه نطلع اي. اي هلا اي اي بدها تساوي في على زد. هلا في برضه ماجنتيود وزاويه. زد ماجنتيود زاوية. ايش بعتبر زاوية V؟ صفر. نعتبرها زيرو رفرنس. اوكي؟ فبنعتبر هذه زيرو. عندي هون واحد كمل. راح اخذ هذه 120 على زيرو على Z، طلعت معنا 39. راح نفترضها على 75. شو الزاوية اللي بتطلع معي الآن؟ سالب. لأنه زيرو ماينس 75 بتعطيني ماينس 75. What does minus 75 degrees mean؟ شو يعني ناقص 75؟ الكرنت لاجز ذا فولتج. من هون اجت الماينس. ما تروح تستعجل وتحط الماينس هون. الزد نفسها بوزيتيف. مين اللي نيجاتيف؟ الكرنت. والكرنت لاجز. كقاعده، كقاعده في اي دائره اندكتيف، شو بقدر اقول انه العلاقه بين الكرنت والفولتج؟ الكرنت لاجز ذا فولتج. في اي دائره اندكتيف، في اي دائره كاباسيتيف. كاباسيتيف يعني هو ريزيستنس. بنسميها كاباسيتنس. الكرنت ليد. فزاويته شو لازم تكون؟ بوزيتيف. 120 على 39 قديش طلعت؟ طلعت حوالي 3. 3.07. ايش الوحدة؟ ما ننسى الوحدة. هي امبير. هاي ار ام اس ولا بيك؟ ار ام اس. اوكي، لأنه أنا هين عم بقول اي، وكأني عمالي بقول اي ثيتا اي. مش هيك؟ مظبوط؟ اي هيها الماجنتيود، يعني هذا 3 امبير ار ام اس. قديش البيك تبعه الكرنت هذا؟ لو بدي ارسمه كساينوسويد 3 في جذر التنين، مش هيك؟ بيطلع حوالي 4 وشيء، 4.2 بالعشرة، 4 بالعشرة. زاويته ناقص 75. إذا زاويته ناقص 75، وين لازم يكون الزيرو كروسنج تبع الكرنت؟ هون. هون. متأخر عنه، مش متقدم عليه. اوكي؟ عفوا، آسف. هون بده يكون، هون متأخر عنه، لأنه الزمن هون بيمشي. فهو بده يجي متاخر عنه، فبده يجي الكرنت 70 درجة، إذا 70 درجة رح يكون عندي 75، أي تقريبا 90 رح يكون تقريبا هون الكرنت. وطبعا الماجنتيود أصغر بكثير من هذا. هلا بنرسمهم كفيزرز، نرسم التنين كفيزرز، نرسمهم كفيزرز، نرسم الكرنت والفولتج كفيزرز. فناخذ التنين هون، حط عندي الفولتج. الطول برضه بالار ام اس، بس المشكلة مش راح اقدر احطهم هذول نفس السكيل، لأنه في فرق كبير بالماجنتيودز بينهم. بنحط هذا هون 120، قديش زاويته؟ 120 وزاويته زيرو، مش هيك؟ هذا الفيزر دايجرام هذا كيف بلف؟ كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ كاونتر كلوك وايز. بأوميجا. ودائما تذكروا اذا بدك، عشان تقدر ما تنسى، تذكر انه في عين بتطلع من هون. شو راح تشوف العين؟ راح تشوف ال 120. اذا هذاك متاخر عنه وين راح يكون؟ تحته. فبيجي عندي الكرنت هون، قديش زاويته؟ ناقص 75. هي 45. طبعا هذا نوت تو سكيل. هذا 3 امبير، هذا 120 فولت، وهي الزاويه 75 درجة. تمام؟ هدول عمالهم بلفوا على الفيزر دايجرام، هذا فيزر وهذا فيزر. عم بلفوا من هون، مين الليدنج مين؟ الفولتج ليدز ذا كرنت. قديش الزاوية اللي بينهم؟ 75 درجة. عمالهم هدول بلفوا بهذا الاتجاه. تمام؟ إذا هي حسبنا الكرنت كفيزر، حسبنا الكرنت كفيزر.